إذا المشاهدين بشأن عودة التظاهرات في جنوب العراق، معنا هاتفيا من لندن السيد مازن التميمي الكاتب السياسي. مرحبا بك يا أستاذ مازن. في الوقت الذي تنطلق فيه التظاهرات الشعبية في البصرة وميسان والقادسية، تتحدث هيئة النزاهة عن ملفات فساد كثيرة في عقود الكهرباء. لماذا لم تتحرك السلطات الحكومية طوال عام كامل على هذه التظاهرات لمعالجة ملف الكهرباء من ناحية التجهيز للمواطنين وكشف الفاسدين ومحاكمتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. أخي العزيز، عن أي حكومة وعن أي دولة نتحدث حتى أنه لماذا لا تعالج من قبل سنة وأكثر إلى ما حصل من كل هذه الأمور التي تجري في العراق من نهب ودمار قتل خطف، كلها لم تعالج، لأن هذه الحكومة التي جاء بها الاحتلال هي ليس لديها انتماء وطني للعراق، لا تعتبر العراق هي وطن لها بقدر تعتبر إيران هي الوطن، وبالتالي لا يسمح لها أن تعالج العراق. فسياسة الحاق الأذى المواطن العراقي سياسة منهجها استراتيجية الحكومة أن تلحق الأذى في العراق وفي الشعب وبكل فئات الشعب العراقي، تستثنى من هذه السياسة تبعتها حكومة الحكومة. فبالتالي ما صرف على الكهرباء 100 مليار أو 80 مليار، يعني هذه المبالغ كان ممكن أن يشترون بها دول، كان ممكن أنه هذه الكهرباء المبالغ تصدر للكهرباء تغطي الأوسط كله، لكن من يقدم هذه الكهرباء للشعب الكهرباء؟ الحرام، هل يحدث معقولة حرام ولو يفكر بشعبه حتى أنه معاناة شعبه تهمه ويصبر يقدم الخدمة لهم؟ هؤلاء مجموعة من اللصوص لا يفكرون بالشعب العراقي، هذه مصيبة العراقيين، وهذه ليس المرة الأولى للعراق يعاني من موضوع الكهرباء، هذه السنة 17 سنة في الكهرباء أسوأ إلى أسوأ، والعكس ثم ما يعاد الكهرباء لسبب بسيط، لأن إذا عادوا الكهرباء معناته قطاع الكهرباء بعد ما راح يجيبوه، من اللي راح يستفيد؟ ما راح يستفيد، هم مهمتهم أن يبقون هذه العملية حتى صفقات عقود وهميه. طيب. ونهب ونلقى، بالتالي الشعب هذا امامهم، هؤلاء لا يفكرون بالشعب ولا يفكرون ببناء دوله، نعم، بناء مصالح ذاتيه وخدمه. ثق لو كانت الكهرباء تقطع في قريه من قرى ايران لكان انتفضت حكومه المنطقه الخضراء كاملها مع برلمانها لتعالج الكهرباء في هذه القريه في ايران. الآن أستاذ مازن، الناشطون في هذه التظاهرات أبدوا خوفهم من تنظيم تظاهرات كبرى في مدنهم خشية ملاحقتهم من القوات الأمنية والميليشيات وتعرضهم للاغتيال أو الخطف كما حدث في العام الماضي. هل تتوقع تكرار استهداف الناشطين والمتظاهرين في مدن الجنوب إذا ما قامت تظاهرات كبرى مثل العام الماضي؟ أنا لا أستبعد أن ليس فقط الناشطين يستهدفون، وإنما يستهدف كل مواطن شريف طلع وخرج تظاهرات تنديدا بالسياسة وتنديدا بالخدمات الفقيرة، فهم كل شعب العراق يستهدف قبل هذه السياسة وقبل هذه الحكومات. وسيد فاضل، حتى هذه التظاهرات طابعها لكنها تعبر عن حالة السياسة ورفض الشعب نام في كل ما يجري بالعراق، ولذلك يحتاج الى عنوان نحب يفصل الكهرباء وعدم الكهرباء. الناس تعبر عن حاله الضيم والظلم والقهر، فهي انتفاضه تسميه صحيح لكن يجب ان تستمر، يجب على العراقيين مهما نعم الثورات حتى نقدم فيها ضحايا، نعم البلد الشعب اللي ما يفكر باستقلاله وتحريره وما يبي ضحايا ما يستحق الحياه، هؤلاء الناس عانوا ويلات هذه الحكومات حكومات الاحتلال، بالتالي ينبغي أن يتصاعد الخط الثاني لهذه التظاهرات وتتطور، يجب أن لا تكتفي التظاهرات لا تنحصر في العمارة والبصرة والناصرية، ويجب أن تكون من الشمال إلى الجنوب، ويجب أن تعم كل محافظات العراق. نعم. الظلم موجود على كل شعب، بالتالي نعم سيستهدف الناشط وسيستهدف المواطن الشرعي، لأن عمر الحكومة حكومة الاحتلال لم تسجن متهم ولا تسجن سارق، تسجن مجرم، دائما السجون مليئة بالأبرياء، مليئة بالناس الذين لم يرتكبون جرائم، يجرمون الحقيقيون هم على فتة الحكم، يذبحون بالشعب وينهبون ثرواته. نعم هذه التظاهرات تستمر، ولكن أيضا يجب المجتمع منظمات المجتمع المدني أن يعلى صوتها لتنجم بما يجري من دمار العراق ومن
من فساد لكي يكونون سند لهذا الشارع الذي للامانه وللتاريخ الشعب العراقي رغم كل هذه المعاناه يخرج وينزد ويقول للعالم نحن رافضين لهذه الحكومات ورافضين للاحتلال الايراني والامريكي، وعلى المجتمع الدولي ان يكون له موقف يعبر عن حاله الضمير وحاله انسانيه تقف امام هذه الجرائم التي ترتكب بحق العراق. شكرا جزيلا كاتبيا من لندن سيد مازن التميمي الكاتب السياسي.